سمير، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا بلبل؟ ازاي؟ لسه صاحيه؟ انت عارف ان انا ما بنامش بدري. تعال، حماتك اللي لسه ما نعرفهاش بتحبك، بقلب ليلى من امبارح انها ما تستاهل بقك. تعال خش. ياه، انت عارفه انا بقالي قد ايه ما اكلتش بليلى؟ عارف. الله يرحمك يا خالتي. نور نامت امتى؟ تعشت ونامت من بدري. طب كويس. احط لك سكر؟ لا بلاش. سادة دي كمان؟ يا سلام، والله زمان يا بنت خالتي، نفس امي بالملي. الله يرحمهم جميعا، الف هنا وشفا. تسلم ايديك. اكرم جالي القهوه ولسه ماشي من شويه، وشكله مصر على الجواز يا عبله. وشكله كمان مش هيسيب مراته. ومين قال انه يسيبها لا سمح الله؟ بيحبها يا عبل. عارف. عارفه؟ مش قادر اصدقك يا عبل. من انت بناخد اللي مش لينا يا بنت خالتي؟ انا يا سمير؟ ده انا طول عمري راضيه باللي ربنا قاسمهولي. بقول يمكن بختي قليل في الدنيا وبسترجى منه العوض في الاخر. انا؟ طب وايه اللي حصل؟ اشمعنى المره دي؟ ايه اللي حصل يا عبل؟ اللي حصل ان البخت ما طلعش قليل، والفرج جالي ما رحتلوش. جه من واسع، جه وقال لي اتجوزيني. اشمعنى اكرم؟ عارف الست بتحس بإيه لما تتضرب أول مرة؟ تعرف طعم المرارة اللي بتحس بيها لما تتضرب تاني وتالت؟ عمرك حسيت إن نفسك مكسورة وهانت عليك وعلى الدنيا كلها؟ ترجع تصبر نفسك، تقول معلش، استحمل، بكره يتغير. ضحي طيب وابن حلال وعرف غلطته، جايز ما يضربنيش تاني، هو وعد بكده. بيطلع رهانك على فشوش. مش كل الوجع ضرب يا عبلة، في اذيه بتوجع اكتر من الضرب بكتير. انا كنت قفلت الباب ده من زمان، ما بفكرش في الجواز، ما كنتش اعرف ان في رجاله بتطبطب. نفسي ادوق طعم الطبطبه يا سمير. اصل كل الرجاله يعني اللي تقدمولي من عين الضحي جايين للست الكسر اللي ما بتخلفش، الرزق الضيق بيريح صاحبه يا اخويا. عارف انا حسيت بايه لما اكرم قال لي تتجوزيني؟ ايه؟ حسيت ان انا ست الستات. الدم جري في عروقي، نسيت كل الحاجات اللي حصلت لي قبل كده كانها ما حصلتش. مش هقول لك بقى الكلام اللي بيقولوه في الافلام والمسلسلات، وعمري ابتدى من جديد. بس الفرحه اللي بحس بيها لما يطل عليا بتشرح قلبي، بتصبرني لحد ما يطل من جديد. يا عبله انا خايف عليكي، الفرحه دي مش هتدوم، هيزهق وهيسيبك. قصدك يعني انها فرحة بنت يومين؟ وماله؟
وماله ازاي؟ انا مش عايزك تتعلقي بحبال دايبه. الغريق بيتنشأ على ريحه البر. ما تخافش يا ابن خالتي علي، انا قوية وبيت راجل. لا يا عبلة، انت مش قوية، انت الوجع هو اللي خلاك تستقوي، وانا والله العظيم ما عايزك تتوجع تاني يا بنت خالتي. يا ما دقت على الراس طبول. وبعدين يعني هو اللي زي اكرم ده هيعرف يوجع فرخه ليجي فريش بقشيش؟ انا والله مش عارف اقول لك ايه يا عبلة، كان نفسي نصيبك يبقى احسن من كده. متخافش عليا يا ابو سمر، مش هاخد غير نصيبي. طيب احنا ممكن نعمل تقرير نعتذر فيه عن الكلام اللي حصل، ويومين ثلاثة الموضوع هيتنسي. انا شايفه ان الاعتذار مش هيقدم حاجه، الدنيا مقلوبه. حضرتك عارف ان الفيديو وصل لاكتر من 1,000,000 مشاهده، وفي حمله لوقف البرنامج. ده غير البرامج اللي هتستضيف الملائكه، واكيد هولعوها النهارده. لازم نعمل حلقه عن الموضوع نبين فيها ان احنا متعاطفين مع الموقف، ويكون الاعتذار متغلف جوه الحلقه. بس انا شايف غير كده خالص، انا رايي ما نتكلمش اصلا في الموضوع ده، ونطلع بحلقه عاديه جدا بتتكلم عن اي مشكله او حدث حصل النهارده، نموت الموضوع ده تماما. حد يقول لي بقى ايه اللي حصل النهارده ممكن نتكلم عنه؟ هو انت غبيه؟ عماله كنسل عليك كنسل عليك في ايه؟ لا مش كويس. هبقى كويس ازاي يعني؟ مفيش مخ. يا ريت ما تتكلميش تاني خالص. ما تمد يا ابني عشان تلحق الصلح. اما انا بمد اهو. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا، اللهم تقبل صلاتنا وتقبل بقية أعمالنا من الصالحات يا رب العالمين. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا يا رب العالمين. آمين آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بخمسة بخمسة بركان بخمسة. البس من البلد يا بتاع النحش يا أبو دندان. الأبيض يا أبو دندان. البس من الأبيض بركان بخمسة. بخمسة بخمسة. عرب عرب بخمسة. أمير أنا هروح أنا أجيب سجاير. بعدين يا سوني عايزكم جوه في كلمتين. جوه مين يا عم؟ النهارده مش يومي. وأنا بقول لك خش اشتغل، بقول لك عايزكم جوه في كلمتين. سمير ساعة أكل عيش. أكل العيش يجي بعد الكلمتين يا محمود. بقول لك إيه، مش عايز وجع دماغ بقى، فكك بقى. إيه شغل العيال الصغيرة ده؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمير ابني طبعا عارفه. اه طبعا. ازيك يا عم صفوة؟ سمير ده انا اللي مربيه هو وتريكا. ازيك يا تريكا؟ ازيك يا عم صفوة؟ وده سوني. اه طبعا. في حد ما يعرفش سوني؟ ازيك يا سوني؟ ازيك يا عم صفوة؟ دول زينة شباب الحته، دول نوره المنطقه. ربنا يبارك فيهم. ربنا يحميكم. ربنا يخليكم. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ما تتكلمش خالص، انا اللي هتكلم. معلش يا ابو الكبات، انا 10 دقايق كده ونفتح ان شاء الله. بصوا بقى انتوا الاثنين، الكلام الخايب والحوارات العبيطه اللي رايحه جايه بينكم دي حاجه، واللي بيننا حاجه تانية. احنا واحد،
وبعدين يا حمار انت ده اللي ما يعرفناش افتكر ان سوني هو اللي اخوك مش انا. بس انت ما تعرفش يا سمير هو عمل ايه. عمل ايه يعني؟ لما يبص المروة اللي هي في حكم خطيبتي يبقى لاخويا ولا اعرفه. سوني عمره ما يبص لواحده تخصك يا تريكه. ايه ده؟ انت بتكدبني؟ لا ما بكدبكش بس بكدبها هي كمان. طب ايه اقول لك بقى لو عرفت انه ايه؟ انه بصلها. سمير انا قلتها لاخوك قبل كده، لو هو مش مصدقني يروح يجيبها دلوقتي قدام عيني هنا اهو وهي قدامي ويخليها تقول الكلام ده. طب وهي هتكذب ليه؟ تكذب بقى ولا ما بتكذبش دي حاجه تخصها. المهم ان مفيش واحده هتخش بيننا احنا الثلاثه. طب ما اللي يخصها يخصني. خلاص يا سمير خلاص خلاص يا اسطى دماغك. بص يا عم تريكه انا كنت خايف على مصلحتك، وانت يا عم الحاج طالما شايف ان مصلحتك معاها خلاص بشوقك. برضه كل واحد فينا ينزل يوم ومروه هتيجي المحل براحتها طول ما انا موجود فيه. احسن برضه احسن. على الاقل اشوف لي اي موزه تطري لي الشيفت بتاعي بدل ما انا بصطبح كل يوم براس الانف دي. طب بصوا بقى انتوا الاثنين تمشوها ساعه وساعه يوم ويوم انتوا احرار. المهم ان احنا اخوات قبل ما بندخل المحل وبعد ما نخرج منه. وهو احنا لو مش اخوات يا عم سمير؟ احنا لو مش اخوات انا هتحشر له ليه عديم التقدير ده؟ ماشي حصل خير. لا دكر يالا. هو ده الكلام. طب يلا شوف اكل عيشك. تعالى يا سونا عشان عايزك في كلمتين جوه. وعراسك دي ايه؟ مش طالع معايا ولا ايه؟ لا مش مستاهل. انا عايزك في كلمتين. خير؟ في حاجه حصلت كده يا سوني وعايز اقول لك عليها. ايه؟ في جديد في حوار توقع؟ لا مفيش حاجه في حوار توقع، احنا زي ما احنا لسه بدور على سكه. بس انت شكلك مش تمام. ما ده اللي انا جاي لك فيه. للدرجه دي قلبه دماغك ولا ايه؟ هي مين دي؟ توقع. يا عم هتقلب دماغي في ايه؟ دي واحدة عندها مشكلة، لو عرفنا نساعدها نبقى كسبنا فيها ثواب مش أكتر. سمير لو على الثواب احنا فاهمين، أنت بقى دماغك شكلها مقلوب. ما هي مقلوبة فعلا يا سوني عشان مش عارف أقول لك إزاي. تقول لي إيه؟ أنت صاحب عمري يا محمد واللي ضايقك يعز عليا، عشان كده جيت لك بنفسي عشان ما تعرفش من بره. وعايزك تبقى عارف ان والله العظيم لو بايدي اختار حد يزعل عمره ما هيبقى انت. الله انت بلغت عني يا سمير؟ في ايه يا ابني ما تتكلم؟ مستر اكرم هيقرا فتحة عبله النهارده. لا والله. طب يا عم مبروك يا عم خضتني. الف بركه. الله العظيم ثلاثه عليك يا سمير. وهي موافقه؟ موافق. طب يا عم الله يربح. يعني انت تمام؟ يا عم انا تمام يا عم. الله هو بالعافيه انا تمام والله. هو انا يعني كنت عايز اتجوزها عشان خاطر ايه يعني؟ عشان خاطرها بنت خالتك ومكسوره الجناح وواحده في الظروف اللي بتمر بيها ديت، يعني مين هياخدها يعني؟ تمام. مالك يا عم بتبص لي كده ليه؟ انا تمام والله. انت تمام يا سوني؟ يا عم والله العظيم تمام. ما تكبرش الموضوع بقى يا سمير. الله اقول لك على حاجه، انا هكلمها النهارده في التليفون وابارك لها وهكلم المستر كمان. ها يا رب يسعد اوقاتهم يا رب ويرزقهم بالسعد والهنا. ماشي يا سوني. فكك بقى من الحوار ده خالص وانساه وخلينا في المهم. وايه بقى المهم؟ تقع. مالها تقع؟ عايزك تريح دماغك من الموضوع ده خالص، علشان انا في دماغي فكره لو ظبطت هقول لك عليها. فكره ايه؟ اللي زي فياض دوت يا تمير لازم يتدخل عليه الدخله بتاعته. لا لا طبعا
مش معنى ان هو راجل وسخ احنا كمان نطلع وسخ زيه. لا يا سوني، هو بالنسبه لي ولا يفرق، لكن اللي في دماغك ده عمره ما هيحصل. لا اله الا الله يا ابن الحلال، افهمني، النظافه مع حيوان زي ده كاتيانا. وانت فكرك يعني ان الوسخه هتجيب معاه؟ الله، ابن سوق زي دوت يخاف من ريحته تطلع؟ لا طبعا. انت عارف ايه اللي يخوفه بجد؟ ان كل حاجه تخصه على الاجهزه بتاعته تبقى مفتوحه قدامنا. وانت مفكر يعني هتلاقي عنده ايه يعني؟ معرفش، بس اللي زي فياض ده اكيد عاكك نفسه في حاجه هو مش فاهمها. خلاص، كل واحد فينا بقى يتصرف بطريقته. المهم ان احنا ننقذ البنت الغلبانه دي، صح ولا ايه؟ يعني ايه؟ واحدة مصورين معاها تقرير وهي مكلمانا في الاستوديو، مش عارفين توصلوا لها؟ ما هو ثروت اللي عامل معاها تقرير في بلدها من الصبح ومحدش عارف هي فين، وموبايلها مقفول من بعد الاجتماع، هنعمل ايه يا ريس؟ ما تدخلنيش في افلام، الحلقة مش تطلع الا بيها. مصر كلها ما فيهاش سيرة الا حازم والست الغلبانة اللي جه عليها حازم. طيب يا ريس، ظهورها تاني احتمال يعك الدنيا ويعمل مشكلة أكبر يا أستاذ، ممكن نفكر في أي حل. مالكش دعوة، أنا مش عايز حلول تانية. أنا قلت تيجي يعني تيجي، الباقي سيبه عليا انا بقى. حاضر يا استاذ، هنحاول تاني. يا ابني مفيش هنحاول. بص انا مش هطلع هواء الا هو معايا في البلاتو. اتصرف. السكين، ناوليني السكين يا عم صبري. كده النيش فضي، الاطباق وسخة جدا. هو انت مش بتاكلي فيهم؟ لا ده الصيني بتاع امي، ما يطلعش غير مخصوص. بس ده كتير قوي. هو انت كده شعرك مش هيبوظ؟ لا ما انا لما القط. بقول لك ايه، دوقي كده استوى ولا لسه شوي؟ كده خلاص يا ست عبلة، في حاجة تانية عايزة تتصبل؟ تسلمي وتعيشي يا حبيبتي، يلا عشان بقى تشقري على عيالك. بس بقول لك ايه، ابقي تعالي بعد المغرب عشان تنصبي الصفر. لا 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 انا مش مروحه، انا هقعد معاكي لغايه ما ربنا يطمني عليكي كده يا رب النهارده. تسلمي وتعيشي اصيل، ربنا يخليك. يلا روحي بقى شوفي يا عم جمال، يمكن محتاج حاجه. يلا. حلو قوي المحشي يا ابله، بس الاكل كتير قوي ومعاه العريس كتير كده. مش عارف امال الاكل ده ليه؟ هي الاصول كده، لازم نعمل بزياده حسب تتلسع، وبعدين هو مش هياكل لوحده، كلنا هناكل معاه. هو اصلا هيجي امتى؟ مش عارف، لسه شوي. اسكتي بقى يا لمبه، اسكتي شويه خليني اخلص. هو انت هتخلصي بقك؟ لا بس مستعجله علشان الحق البس. مش هتلبسي ايه؟ هفرجك، هاتي لي الموبايل بتاعي معاكي. استاذ حازم 10 دقايق على الهوا. اخرجي وسيبيني لحد شويه يا سارة. Thank you.
لازم احنا هوا بعد 5 ثواني. 5 4 3 2 هوا. مساء الخير والسعادة عليكم. البس ده ولا ده؟ ايه؟ لا ده احلى. ماشي امسكي. هو انت جبتي الحاجات دي امتى؟ دي حلوه قوي. النبي صحيح عجبوكي؟ امسكي كمان. البسيهم على طول. عينيا. هو انت هتلبسي فستان ابيض يوم الفرح؟ لا فرح ايه؟ مش هعمل فرح اصلا. ايه ده ازاي في جواز من غير فرح؟ لا انت لازم تعملي فرح عشان تلبسي فستان ابيض وانا البس زيك. طبعا ما انت عروسه وزي القمر. هو العريس الجديد ده كويس؟ اه كويس. يعني مش زي عباس الرتل؟ ضحي افتكر لك ايه يا بصله وكل عضه بدمعه. ايه ده يعني ايه؟ لا مش يعني حاجه. وريني اعملي كده. ايوه يا حبيبي. النبي العريس لو شافك هيغير رايه. شكرا يا محمد. ربنا يخليك يا بيه ويعلم يا راجل. ايه الجمال ده يا استاذ؟ الف مبروك. ميرسي يا حبيبي. تسلم دماغك، الحلقه حلوه قوي. الف مبروك يا استاذ حازم. الفيسبوك كله مقلوب وكل الناس بتشير مقاطع من الحلقه. حاضر 100 100. حاضر. عزوم البص عاوزك. عدلي باشا. برافو، حلو اللي انت عملته ده. انا طول الوقت كنت مران عليك يا حازم. نرفزت امبارح كانت بس بسبب الهيجان اللي حصل علينا بعد الحلقه. لكن انا عارف انك معلم كبير وهتعرف تقلب الكفه لصالحك. انا قلت لك ان الموضوع هيتظبط. احنا ما نقدرش نيجي على الناس الغلابه دول، حبايبنا. يعني ايه؟ هتيجي على الكبار وتعمل لنا مشاكل؟ لا يا سيدي، لا على الكبار ولا على الغلابه، احنا نيجي على نفسنا احنا بس. حبيبي يا حازم. حبيبي عدلي باشا. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ولدان يا زوم. هاي يا عدلي. ألف مبروك يا أستاذ حازم، الحلقة كانت حلوة أوي. شكرا يا سارة. هتروحي إمتى؟ هروح دلوقتي. طيب استنيني أجي لك. أوكي. ميرسي يا سارة. باي باي.
تعالى اتفضل بس. انا اسمي نور. انا اسمي اكرم. انا عارفه اسمك على فكره. والله طب ادخلي بقى دلوقتي يا نور. ايه يا بابا مش بسلم على العريس؟ هو انت مخلف يا سمير؟ ده موضوع عايز قاعده لوحده. تعالى اتفضل. هو ايه دي؟ دي شوكولاته ليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اكرم بيك. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل نورت البيت. اهلا بيك. ازيك؟ اتفضل. شكرا. نورتنا يا مستر. ربنا يخليك. ده نورك يا حاج. تسلم ايدك. انا من زمان نفسي ازوركم والله يا حاج. واحنا كمان والله يا ابني. سمير من ساعه ما اشتغل معاك وهو بيقول عنك قصايد. سمير ده ابن حلال. ربنا يخليك يا مستر. اكيد سمير ادى لحضرتك فكره انا موجود ليه النهارده هنا. انا يشرفني اطلب ايد بنتكم الست عبله. الشرف لينا يا ابني، بس الراي المهم هو راي العروسه. اكيد طبعا. طبعا اسمك. اتفضل يا مستر. تسلم ايدك. يلا بقى شكلك حلو والله. يلا استني يا نور بس والنبي. مين يا نور؟ ده تريكا. تريكا؟ ايه يا بنتي كل ده؟ فين بلبلة؟ اللهم صل على النبي. ده ايه الجمال ده؟ يا بختك يا عم اكرم. جاهزه ولا لسه؟ مش عارفه. طب بقول لك ايه؟ انا هاخدك من ايدك كده، هنعمل زي الافلام الاجنبي بالظبط، هخش عليهم ايدي في ايدي، كان انا ابو العروسه يعني. تمام؟ هاخدك اسلمك العريس. ماشي. يلا بينا؟ يلا. وانا كمان. يلا بينا. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك. ازيك يا عبد؟ الحمد لله يا مستر. يا الحمد لله. متشكره قوي على الورد، يعني ما كانش له لزوم ابدا. دي حاجه بسيطه. ده جاب شوكولاته كمان. طب اتفضل اتفضل اتفضل. هو انت مش تقعدي جنب العريس؟ معلش اطفال ابرياء. مستر اكرم عايز يجوزك يا عبله، رايك ايه؟ الراي رايك يا عم. ايوه يعني انت موافقه يا بنتي؟ واضح انك موافقه، يبقى على خيره الله. طلباتكم ايه يا عبله؟ انا تحت امركم.